أستاذ أحمد، ما الذي حصل بالضبط في هذا اليوم؟ وما هي العلاقة التي تجمعك بالدكتور عارف المعالج؟ أبتدأ بالعلاقة بالدكتور عارف معالج، هي علاقة عمل وعلاقة صداقة يعني قديمة. بالنسبة ما حدث يعني كان أول ما علمت بذلك يعني بعد تقرير المتوسط تم، يعني جاتني معناتها فكرة اللي ثم إمكانية قرصنة أو ما نعرفش من هذا القبيل. يعني الفلاش متاع قناة المتوسط هي اللي عملت الديكلونشيت أنه تم إمكانية أن نكون إحنا مستهدفين بقرصنة أو من هذا القبيل. كانت يوم الثلاثاء يعني مع 7 متاع العشية، أنا مروح من الخدمة معناتها كالعادة، معناتها كنت نخدم بصفة عادية، ما تمكنليش يعني باش نروح للدار. جاو معناتها قوات مكافحة الإرهاب للدار، ما تمكن ليش اني نتصل بهم. في الصباح اتصلنا ببعضنا، معناتها خلاو النمر عند احد اقاربي، اتصلنا ببعضنا قالوا لي راهو مش نجي كشاهد على مساله ما. معناتها كي كنت هنا زاد ما زلت يعني حتى انا ما زلت في الشخص الى حد اللحظه ماكش تعرف شنو هو صار. ارهاب، عمليه ارهابيه، قالوا لي ارهاب وعمليه ارهابيه الى اخره وكليك. فما قالوا لي يعني انا كي قابلتهم كانت المقابلة عادية جدا، يعني ما كانتش لا فيها عنف ولا فيها يعني كما صورت يعني عديد المواقع وعديد الجرائد انه تم اقتحام يعني مكتب الدكتور او تم اقتحام المنزل. لا، ما جاوا يعني بصفة سلسة بصفة عادية جدا، يعني فهمتني في وقت يعني الساعة متاع العشية. ما اعرف شيء اذا كان ثم قداش قعدت بالضبط غاديكا في قيد التحقيق؟ استغرق التحقيق هو 6 ساعات، بين 5 6 ساعات، ولكن كان على يوم يعني كي وصلت الغد وصلت مؤخر في الليل ورجعت الغد الصباح. دون الخوض في تفاصيل التحقيق، واحنا نحترم سرية التحقيق اللي صار معك، شنو اللي صار بعد؟ خاطر انت تم معناها روحت للدار في ظرف وجيز، معناها ما تمش ما عطلوكش غاديكا برشا. كيف؟ لا، انا كي وصلت لتونس في البرجاني غاديك وصلت مؤخر، يعني وصلنا مع الاربعه نتاع العشيه والخمسه نتاع العشيه، فكان التحقيق من 5 للتسعه، فهمت؟ يعني هما خدمه كبيره كانت. ومن بعد ما بتش في البرجاني، خرجت ورجعت الصباح على اساس باش نستكمل التحقيق، وقد كان ذلك يعني فهمت. من بعد روحت يعني. وماذا عن الجهاز؟ جهاز حاسوبك؟ الجهاز قالوا انه يجب تثبت يعني من الجهاز، بيشوفوا عمليه القرصنه كيف تمت، شكون الاطراف المتدخله فيها الى معنا الى حد اللحظه مازالوا ما تاكدوش، مازال الحاسوب عندهم ولا تاكدوا اللي تمت عمليه القرصنه؟ هم متاكدين اللي عمليه قرصنه، خاطر كي تم استجوابي غادي تم استجوابي على اساس شكون علاقتك بالناس هذوما، تعرف فهمشي يعني الناس عملوا قرصنه، الناس الوثائق هذه فهمني ولا فهمتني، هذا هو يعني الوثائق اللي المتعلقه بالقرصنه فهمتني. فخلوا الجهاز على اساس انهم يتحققوا من الناس هذه لخدمه الخدمه هذه، الله اعلم. أنا هذا اللي في بالي. واضح. بالنسبه لك دكتور عارف، تم الزج بك في القضيه هذه، وانت معناها حتى الخبر تلقيت وانت خارج حدود الوطن، كيفاش كانت رده فعلك وقتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا معناتها الخبر تلقيته انا في كينيا في مؤتمر علمي، وللاسف معناتها نقول احنا في عهد الدكتاتوريه كان الناس اللي تعمل في المجال العلمي كان يقع ملاحقتها ويقع معناتها توفير اجواء من ربما الرعب اللي ما تخليهاش تعمل كما ينبغي. وللاسف نلقاو ناس الان حتى بعد ما بعد الثوره تلاحق الناس اللي تحب تبني البلاد هذه، تحب تخدم، تحب تساهم في مجال اختصاصها العلمي. من اجل احنا كنا في المؤتمر اللي كنا مشاركين فيه حول الطاقه الشمسيه وتحليه المياه، اللي تعتبر من المشاكل اللي احنا قاعدين نعاني منها في تونس. ومعناتها هذا مجال اللي كان الاولى ان الواحد يخدم فيه بكل اريحيه وما يسمعش حوايج اللي هي ترهات من النوع هذه. كيفاش كانت رده فعلك وقتها؟ والله انا الموضوع هذا طبعا سمعنا به من قبل من خلال برنامج المتوسط. ولا اخفي عنك سرا انه بعد ما شفت بعض الوثائق اللي تم عرضها في الـ في الـ في, الـ في قناه المتوسط، وانا عندي خبره شويه في المجال الاعلاميه، قمت بمحاوله التثبت في حاسوب المهندس، ما لقيت حتى شيء ما يثبت اللي ثم معطيات ربما تم معناتها
بثها في الحاسوب. عمليه الاختراق تمت طبعا لانه اللقاء معناتها شيء يثبت انه الاختراق تم، انه خذوا بعض المعطيات من الحاسوب نتاعو، معطيات خاصه وتحصلوا عليها، وهذا دليل على انهم اخترقوا. الامبليكاسيون تاعنا في الموضوع انه حاسوب المهندس احمد داخل في الشبكه نتاعينا، دونك شبكه هي شبكه عارف المعالج، الحاسوب هو حاسوب المهندس احمد اللوز، بالتالي انا جو امبليكي في 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 في, في, في الاطار هذا. من جملة القيل والقال الذي أشيع في خصوص الملف هذا يا أستاذ أحمد اللوز، أنه قالوا ثم ليك علاقة بشركة المقاطع الكبرى، معناها واللي هي عندها معناها في الاكتيفيتي متاعها عندها الحق باش تكوموندي نوعية من المتفجرات وكمية معينة. شنو علاقتك بالشركة هذه وكنت نجم توضحها للسادة المشاهدين؟ بالنسبة للشركة هذه ما عندي بها حتى علاقة لا من قريب ولا من بعيد، يعني اسمها مذكور ما سمعته الا بعد التحقيق، وبعد يعني ممكن حتى من الإشاعة، يعني مش حتى في التحقيق، يعني حتى التحقيق ممكن ما سمعتش الاسم هذا اللي سمعته حتى في الإشاعة اصلي يعني مش اذا ضيفي الكريمين ادعوكم وادعو الساده المشاهدين لمتابعه التقرير التالي، التقرير التالي اللي يوضح كيفاش تتم عمليه القرص، ما كيفاش يمكن التنبه الى انه الحاسوب مخترق ام لا، بعض التقنيات والفنيات مع المهندس منير الرقيق. كل إنسان مستعمل للحاسوب ومرتبط بشبكة داخلية أو شبكة خارجية، نجم تكون الانترنت نجم تكون حاجة أخرى، هو مستهدف، والحاسوب متاعه معرض للاختراق وللهجوم أيضا. كيفاش يتم الاختراق؟ الاختراق يتم عبر زرع برمجيات، تكون البرمجيات هذه خبيثة تخول للهكار الدخول أو اختراق الحاسوب. احنا كل المستعمل العادي ما يعرفش انه وقت اللي يستعمل الحاسوب نتاعو وخاصه الانترنت يستعمل فيه خدمات دي سيرفيس، وكل خدمه موجوده يستعملها المستعمل يتم تبادل المعلومات عبر حاسوب وحواسيب اخرى عبر بما يسمى باب بور. الهكر هو اللي يحاول الدخول الى نظم اشخاص مستهدفين باش للحصول على بيانات سريه، والا لتغيير بعض المنظومات بعض البيانات المخزنه في حاسوب المستعمل لاغراض تختلف، اغراض سياسيه اجراميه ربما تكون تلقائيه، معناها هذا هو الهكر. ما هي التقنيات المستخدمة لاختراق نظام المعلومات؟ هناك العديد من التقنيات. أولا يلزم باش يكون الإنسان هكار يلزم يكون ملم بتقنيات النظم المعلوماتية، نعرفوا فما العديد من النظم، ويندوز لينكس ماكنتوش، وكل نظام فيه ديفاي موطن ضعف، وطريقة المسح اللي حكينا عليها هذه طريقة الفحص هو لاكتشاف مواطن الضعف، وإن فوا الهكر اكتشف مواطن الضعف ينجم يستعمل تطبيقات يكون ينزلها من الانترنت، ولا هو زاد كيف يبرمجها ويدخل عبر الأبواب أبواب الخدمات. الهكر يحاول يبعث ميل مثلا، الميل هذاك فيه رابط، الرابط المستعمل يكليك عليه، الرابط هذاك يوقع زرع منظومة خبيثة في الأورديناتور تخول للهكر باش يتمكن بعد من الحاسوب نتاعو، معناها يولي عنده ماتريس توتال، يولي يحط فيها اللي يحب، يبدل اللي يحب، عباره انسان يخدم على الاورديناتور نتاعو. المؤسسات العموميه والمؤسسات الخاصه يلزم تكون امنه نفسها على الاقل لمعرفه الاختراقات والمخترق ومصدر الاختراق.
إذن سيداتي سادتي، كان هذا التقرير الذي قامت به الزميلة بهيرة عوجي مع المهندس منير الرقيق أخصائي في نظام الشبكات والأمن المعلوماتي حول كيفية القرصنة وكيفية اختراق أجهزة الحواسيب. إذا السؤال موجه لك إليكما، نبدأ مع الدكتور عارف المعالج. التقرير كما كنت تشاهدوا كان يوضح تقنيا كيفاش العملية تصير. ما حسيتوش قبل ما يتصير هذا كل قبل ما تعلموا بالحكاية إعلاميا، ما حسيتوش اللي ثم حاجة غير عادية في حواسيبكم؟ ما ثماش علامات من اللي قالها المهندس الرقيق في 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 حواسيبكم؟ ما حسيتوش حاجة غير طبيعية؟ هو معناتها بالنسبه للبوست نتاعي انا مع تم ذكر حاجه في التقارير التي تناولتها وسائل الاعلام، هو انه فعلا ذكرتها انا سابقا انه في شهر مارس وقع القرصنه نتاع الكونت نتاعي، الكونت نتاع الايميل والكونت نتاع الفيسبوك، ويبدو انه كانت هيك الفضل وشهر مارس اخر شهر مارس كانت يبدو هيك بدايه العمليه نتاع محاوله القرصنه واختراق الشبكه. وطبعا انا وقت تم قرصنه الكونت تاع الفيسبوك نتاعي تواصلت مع الاداره نتاع الفيسبوك، وثم بتوتين بروسيدور باش تسترجع الكونت المقرصن بما فيها بعث كوبي من الباسبور بالتثبت من الايدنتيتي نتاع صاحب الكونت هذا، وهذه كلها هذه كلها مراسلات عندي موثقه، معناتها مراسلات عندي موثقه وردود من الفيسبوك نفسها من اداره الفيسبوك عندي موثقه بار ايميلز، واللي تثبت انه العمليه فعلا انطلقت من اواخر شهر مارس من خلال قرصنه الكونت ايميل والكونت فيسبوك. اما عمليه المراقبه وعمليه التحكم في الحاسوب عن بعد، المساله حسب تقديري فنيا ما تجمش تتفطن لها، معناتها مش من السهوله. هذا فيما يخصك انت دكتور عارف، فيما يخصك انت مهندس احمد اللوز، ما حسيتش بحاجه هكا غير طبيعيه، خصوصا وانت تم معناها اختراق الايميل نتاعك، معناها الحصول على وثائق خاصة بيك في جهازك، أنت هذا كل ما حسيتش به، معناها ما حسيتش اللي ثم حاجة؟ هذا كل ما أنت ما يتشافش يعني سي مال فيونت، يعني حتى ولو نفرضوا أنه يعني حتى علميا نفرضوا أنه صار سي مال فيونت، معناتها ما تجيبش تشوفه. ممكن تحس حاجة واحدة، بعد ما سألت أنا الأولاد اللي مختصين في الإنفورماتيك قالوا لي انه يرزن الاورديناتور، وبالفعل انا في الفتره هذيك حسيت ان الاورديناتور مع ترزين اكثر. واضح. بالنسبه لك دكتور دكتور عارف المعالج، انت قلت لي اللي انت الملفات قالوا اللي تم دس الملفات هذه في 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 جهازك، قلت لي انت تجهلها معناها المحتوى الملفات هذه على بالك. هم تكلموا على دس ملفات مش بالضروره في جهازي انا، ربما يكونوا في جهاز المهندس احمد اللي تم اختراقه عمليا، وشفنا ما يثبت انه تم اختراقه. انا الى حد الان لم ارى ما يثبت انه تم اختراق الحاسوب نتاعي. واللي قلته ساعه شويه انه بعض الصور اللي وراها في الـ في الـ في الـ في المتوسط حاولت نبحث عليها في حاسوب احمد ما شفتهاش، معناتها ربما الامور معناتها فيها جزء من الفبركه، فيها جزء من السفر.